اليوم جينا اليوم نزوروا سوق الحريه وجينا نشوفوا المبادره ديال هاد المستثمرين تبارك الله عليهم، وجينا نشوفوا الحوار مع التجار اللي كاينين هنا. هذا المشروع هذا بكل صراحه انا فرحني بزاف الطريقه باش تصوب هذا المشروع. ما غاديش نناقشوها، غادي نشوفوا المستقبل، وغادي نشكروا سي عمر والاخوان ديالو على المجهودات اللي داروا، وغادي نطلبوا من نطلبوا التوفيق للتجار كلهم، لان حتى هما ساهموا معهم وتعاونوا معهم. اذا غادي نطلبوا من الله ان شاء الله باش يوفقكم ان شاء الله. في اطار المواكبه اللي ولفناها من السيد الرئيس ديال الغرفه، الناس ديال المكتب والسيد الرئيس قاموا بزياره هذه المعلمه اللي كنعتبر انها معلمه حضاريه في مدينه زكان، لواحد المشروع اللي كنعتبر انا من المشاريع اللي غادي تنمي وغادي ترقي المدينه من الناحيه، حيث ان انزكان يعاني من عدد من المشاكل من ناحيه الهيكله، لان انزكان كيتكون من صراحه من التجاره العشوائيه بواحد النسبه كبيره، وكيعاني من الضيق من حيث المشكل ديال السير والجولان. كنظن بان هذا المشروع اللي تبنى على مساحه 10 هكتارات وكيضم 1600 محل تجاري، اللي هاد المحلات اللي الحمد لله قمنا بواحد الطريقه اللي كتنظم الحرف، والمحلات مقسمين بواحد الطريقه تنظيميه، يعني المحلات كيمثلوا جميع القطاعات التجاريه والحرفيه، منها وحتى توجد واحد الفضاء كبير يمثل فضاءات الخضر والفواكه. وهذا المشروع ان شاء الله اللي غيكون تشغيل ازيد من 6000 يد عامله بطريقه مباشره، واكثر من 4000 يد عامله بطريقه غير مباشره. هذا ان كان يبشر فانه يبشر بخير لهذه المدينه، لانها ستعتبر بالفعل قطبا تجاريا كبيرا، لا على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني. زياده على ان هذا المشروع الحمد لله يعتبر استثمارا سيفتح الباب لاستثمارات اخرى لن تضر على المدينة إلا بالخير. ومرة أخرى أشكر السيد رئيس الغرفة والأعضاء، وبهذه المناسبة كندعو الجميع من التجار ديال مدينة إنزكان، من الناس المسؤولين من السلطات المحلية والإقليمية وحتى الجهوية والسيد رئيس الغرفة باش يتواجدوا معنا، وفي الحفل إن شاء الله اللي غنقوموا به يوم 1 فبراير 2016، اللي بغينا هذا الافتتاح ان شاء الله ان يكون واحد بادره خير كما كنقول على المدينه. المهم اولا قبل كل شيء كنشكروا الصحافه والاعلام اللي هو السلطه الاولى ماشي الرابعه، وحول الجمعيه على قدم وساق في تهيئه الاحتفال، وان شاء الله غادي تكون مفاجأة إن شاء الله نهار 1 جوج 2016 من طرف جمعية تجار وحرفة السوق. المهم غادي تكون إن شاء الله مسائل إن شاء الله في إطار البرنامج ديال الاحتفال، والزيارة ديال رئيس الغرفة والمكتب ديالو كتجي في إطار المقاربة التشاركية اللي جاء بها دستور التغيير، واللي الآن كتجسد على أرضية الواقع اللي كانت الغرفة منذ سنوات غائبة، والآن الحمد لله هي الآن فهي حياة بدور تفعيل المقاربة التشاركية، وجات باش تشوف هذه المعلمة اللي هي ليس على الصعيد المحلي أو الوطني بل حتى الدولي إن شاء الله، اللي غيعطي واحد الصيت دائع، لأن هذا السوق يعتبر قطب اقتصادي بامتياز. وحنا فرحانين لأن إن شاء الله نهار الاحتفال نهار الاثنين بغينا جميع المسؤولين في إنزكان سواء سلطات إقليمية أو محلية أو مجلس بلدي أو صحافة أو إعلام كلهم يجيو يشاركونا في هذا الفرح، ومرحبا بالجميع.